محاضرة اليوم عن التكامل. بداية، التكامل هي عملية عكسية لعملية التفاضل. لو أنا عندي دالة تا إكس تكعيب تفاضلها 3x تربيع، قلت إن التكامل عملية عكسية للتفاضل، يعني إيه؟ إن أنا عندي التفاضل وعايزة أرجعها للدالة الأصلية بتاعتي. في التفاضل كنت بنزل الأس، إكس تكعيب بنزل الأس يبقى كام؟ 3، وأطرح من الأس 1. طب انا عندي بقى التفاضل وعايزه ارجعها للداله الاصليه، قال لي بعمل ايه؟ بعمل عكس. انا في التفاضل كنت بعمل ايه؟ بطرح من الاس 1، المره دي هزود على الاس 1، فلما ازود على الاثنين 1 بقت كام؟ بقت اكس تكعيب. كنت بنزل الاس، لا هقسم على الاس، يعني بزود الاول 1 وبعدين هقسم على الاس الجديد، فيبقى عندي 3 اكس تكعيب على 3 اللي هي مين؟ اكس تكعيب. هل الداله اكس تكعيب هي الداله الوحيده اللي تفاضلها 2 اكس تربيع؟ لا، اكس تكعيب تفاضلها 3 اكس تربيع، x تكعيب ناقص 5 تفاضلها 3x تربيع لأن التفاضل الثابت بصفر، x تكعيب زائد 97 تفاضلها برضو 3x تربيع لأن التفاضل الثابت بإيه؟ بصفر. وعليه لما أجي أعمل عملية التكامل دايما بكامل وأزود مين؟ ثابت التكامل بتاعي. قد يكون بقى بصفر، قد يكون برقم معين حسب الشروط الابتدائية بتاعتي. لو هو حب يجيبكم تسليم، ما حبش يجيبكم تسليم اكتب زائد ثابت وخلاص. لو انا عندي في التفاضل اخدنا ان احنا كنا بنكتب دي واي باي دي اكس بيساوي اف اوف اكس مثلا، ممكن اعمل هنا فصل متغيرات، يعني اكتب دي واي بيساوي اف اوف اكس دي اكس، بجري عملية التكامل، تكامل الدي واي بيساوي تكامل اف اوف اكس دي اكس. عشان كده دايما عملية التكامل بتتكتب بالشكل ده، واي بتساوي تكامل اف اوف اكس دي اكس، اللي هي الناتج بتاعها هيديلي دالة جديدة زائد مين؟ ثابت التكامل بتاعي. فده التكامل. انا بكامل بالنسبة للإكس، يعني ممكن اكمل حسب بعد المسألة بتاعتي دي دالة بعد اجراء عملية التكامل، ده ثابت الايه؟ التكامل بتاعي. قال ان انا عندي نوعين من التكامل، تكامل غير محدود وتكامل محدود. يعني ايه تكامل غير محدود؟ ان انا عندي تكامل لدالة معينة بالنسبة للإكس وخلاص. تكامل محدود ان انا بيبقى عندي بعد ما اكامل عندي ايه؟ فترة تكامل من A لل B، يعني مش هتبقى دالة، لا ده هتبقى في النهاية قيمة. ان انا باجي هنا بعد ما بكامل بعوض، بجيب قيمة التكامل بتاعي عند ال B ناقص قيمة التكامل بتاعي عند ال A، وبالتالي هدي قيمة، عشان كده هو سماه تكامل محدود. هنشوف في التفاضل كان ايه ولما عملت عملية التكامل بيبقى ايه. خدنا ان التفاضل الثابت بصفر، معنى كده ان تكامل الصفر بايه؟ بثابت. قلت عملية عكسية للتفاضل. طيب خلنا ان التفاضل ثابت في اكس عبارة عن ايه؟ الثابت، وبالتالي لما اجي كامل ثابت هيديلي ايه؟ كي اكس زائد الايه؟ الثابت. بصفة عامة بقى لو انا عندي تفاضل كي اف اوف اكس، هيبقى هخرج الثابت برا، يبقى تفاضل من الاف اوف اكس، لو انا جيت اكملها برضو بخرج الثابت برا عملية التكامل، زي ما خرجته في التفاضل بخرجه في التكامل. في التفاضل، التفاضل كان توزيع على الضرب على الجمع والطرح، ايضا علامه التكامل توزيعيه على الجمع والطرح. خلنا في التفاضل الباور ان انا بنزل الاس واطرح من الاس 1، في التكامل بزود على الاس 1 واقسم على الاس الجديد. لو عندي تكامل اكس اس ان بزود على الاس 1 بقى ان زائد 1 وبقسم على الاس الجديد اللي هو ان زائد 1 زائد ثابت التكامل بتاعي. خلنا ان التفاضل الساين كوزين، وبالتالي تكامل الكوزين ساين زائد ثابت التكامل، تفاضل القوزين سالب ساين، وبالتالي تكامل الساين سالب قوزين زائد الثابت، تفاضل التان سيك تربيع، وبالتالي تكامل السيك تربيع تان اكس زائد الثابت، تفاضل السيك سيك تان يبقى تكامل السيك تان بسيك، تفاضل الكوتان سالب سيك كوسيك تربيع يبقى تفاضل كوسيك تربيع سالب كوتان، تفاضل الكوسيك اكس سالب كوسك في الكوتان يبقى تكامل الكوسك في الكوتان بسالب كوسك. يبقى احنا فعلا شفنا ان هو عملية عكسية لعملية الايه؟ التفاضل. ناخد امثلة بسيطة وبعد كده نبدأ نشوف امثلة اكثر شوية. لو انا عندي تكامل اكس اس 7 دي اكس، دي تكامل دالة بسيطة خالص فيها باور، فبعمل ايه؟ بزود على الاس 1 واقسم على الاس الجديد، زودت على 7 1 وقسمت على 7 زائد الواحد زائد ثابت التكامل، اصبح ناتج التكامل ثمن اكس تكعيب زائد الثابت. حابه اتاكد بعمل عمليه العكسيه، بفضلها واشوف هل هتدي لي اكس اس 7 ولا لا، بفضل الناتج واشوف هيدي لي اكس اس 7 ولا لا. طيب تكامل اكس اس 99
هزود واحد واقسم على الأس الجديد، يبقى واحد على 100 إكس أس 100 زائد السابق. تكامل جذر إكس، قلت دايما في حتى في التفاضل قلنا إن احنا بدل ما أتعامل مع الجذور والمقام برفعها الأس عشان أقدر إن أنا أتعامل معاها كإيه كأس، إن أنا أزود واحد واقسم على الأس الجديد. فجذر إكس اللي هو إكس أس إيه نص، هزود على النص واحد واقسم على الأس الجديد اللي هو نص زائد الواحد، ببسط المعادلة بتاعتي فيبقى إكس أس 3 على 2 على 3 على 2 زائد ثابت التكامل. عايزة أكامل واحد على الإكس تكاين، قلت بدل ما هي في المقام وهحس إن هي صعبة بطلعها فوق بأس إيه سالب، يبقى كأني أقول له تكامل إكس أس سالب 3، هزود على الأس واحد واقسم على الأس الجديد، سالب واحد زائد واحد سالب 3 زائد 1 سالب 2 واقسم على سالب 2. عايزة أكامل الأمثلة دي، قلنا إن التكامل توزيع على الجمع، وبالتالي لو أنا عايزة أكامل 3 إكس أس 5 زائد 7 إكس تربيع زائد 8 بالنسبة للإكس هعمل إيه؟ هقسم التكامل على كل حد من الحدود دي، يبقى كأني هكامل 3 إكس أس 5 بالنسبة للإكس زائد تكامل 7 إكس تربيع بالنسبة للإكس زائد تكامل 8 دي إكس. طبعا دول كلهم باور فبستخدم الباور. تكامل 3 إكس أس 5 بخرج السابق بره، يبقى كأني بكامل إكس أس 5 بزود الأس واحد واقسم على الأس الجديد اللي هي إكس أس 6 واقسم على 6 زائد تكامل 7 إكس تربيع، هخرج السبعة بره علامة التكامل، يبقى تكامل إكس تربيع اللي هو زود على الأس واحد واقسم على الأس الجديد اللي هو إكس تكعب على 3 زائد تكامل 8 بالنسبة للدي إكس. قلنا تكامل الثابت بإيه؟ بالثابت في الإكس، يبقى 8 إكس، وفي الآخر خالص بزود مين؟ ثابت السؤال التاني اللي هو تكامل 4 زائد 3 إكس زائد 2 إكس أس 4 على الإكس بالنسبة للإيه؟ للدي إكس. هلاحظ ان المقام بسيط والبسط هو كبير شوية، فبعمل ايه؟ بوزع المقام تمام هو حد واحد على البسط، يبقى كأنها كامل 4 على الاكس زائد 3 اكس على الاكس زائد 2 اكس اس 4 على الاكس، ببسط المسافة بتاعتي شوية. طيب بعد ما بوسط هيديلي 4 على الاكس 3 اكس على الاكس، الاكس بتروح مع الاكس يبقى زائد 3 2 اكس اس 4 على الاكس اللي هي 2 اكس تكعيب. هكامل مين؟ هكامل ديت، يبقى كأن المسافة بتاعتي أصبحت تكامل 4 على الإكس زائد 3 زائد 2 إكس تكعيب. التكامل توزيع على الجمع، تكامل 4 على الإكس هنشوفها دلوقتي، تكامل 3 بـ3 إكس ثابت في إكس، تكامل 2 إكس تكعيب هزود على الأس واحد وأقسم على الأس الجديد، تكامل 4 على الإكس. قال لي إن تكامل 1 على الإكس بالنسبة للإكس عبارة عن لن المقياس بتاع مين؟ الإكس. دي قاعدة أحفظها. وتكامل الدالة الأسية هي نفسها، بس بشرط إن الأس اللي هو الإي أس حاجة ده هي يكون إكس. طب لو هي 2 إكس لازم يكون عندي مين؟ تفاضل الأس. هنشوف أمثلة دلوقتي، وبالتالي هخرج هنا الثابت بره، يبقى عندي تكامل 1 على الإكس بالنسبة للدي إكس اللي هي تبقى مين؟ لن الإكس. مثال دوت عشان يوضح لي إزاي لو أنا حابة أجيب قيمة الثابت إزاي بجيب. لو أنا عندي الدالة f of dash بيساوي 2 إكس زائد 3، وقال لي إن ال f of 1 إن قيمة الدالة عند الواحد بيساوي 2، بس أنا عندي المشتق، يبقى أنا محتاج أعمل إيه؟ هو بيقول لي هات الدالة، يبقى أنا هعمل عملية تكامل، يبقى هكامل 2 إكس زائد 3 بالنسبة لمين؟ للدي إكس. مثال بسيط خالص في التكامل، إن أنا هعمل إيه؟ هزود على الأس واحد وأقسم على الأس الجديد، يبقى هيديلي إكس تربيع زائد 3 إكس زائد 7، دي الدالة. قال ان قيمة الدالة لما الاكس بيساوي 1 قيمة الدالة بسالب 2، فبعوض عن الاكس بيساوي 1 واساوي الناتج بتاعي بسالب 2، هيديلي قيمة مين؟ السي. فهيبقى عندي ايه؟ قيمة الدالة هي سالب 2، هعوض عن الاكس بواحد، هيديني ان سالب 2 بتساوي 4 زائد السي، بس بكام؟ بسالب 6. اذا الدالة في النهاية تبقى عبارة عن ايه؟ اكس تربيع زائد 3 اكس ناقص 6. وانا كده هنا جبت قيمة الثابت لانه ده لي شرط ابتدائي. مثال اخر، لو انا عندي عايزه اكامل اكس زائد 1 على جذر اكس، قلت طالما المقام بسيط بعمل ايه؟ بوزع على البسط حد واحد، يعني اوزع على البسط، يبقى كأني عايزه اكامل اكس على جذر اكس 1 زائد 1 على جذر اكس بالنسبه للدي اكس. اكس على جذر اكس اللي هي مين؟ بجذر اكس، زائد اطلع ديت فوق بإكس أس سالب نص، بعمل عادي خالص، أزود على الأس واحد وأقسم على الأس الجديد، أزود على الأس واحد وأقسم على الأس الجديد، وأبسط بوصل للعلاقة الأخيرة بتاعتي دي. مثال آخر، تكامل ساين إكس على كوزين تربيع إكس، نعمل إيه في الحالة دي؟ هاخد ساين
مع قزين واسيب قزين لوحدها، يعني اوزع برضو المقام عندي، اخد واحده مع الصين، طالما الصين مش تربيعيه اخد واحده مع الصين وواحده تبقى لوحدها، يبقى واحد على كوزين اكس في صين اكس على كوزين اكس. طب مين الصين اكس على كوزين اكس؟ قال لي اللي هي التان. ومين واحد على كوزين اكس؟ اللي هي السك. طب ما احنا اخدين ان تكامل السك تان بايه؟ بسك اكس زائد السي. بعض الخصائص للتكامل المحدود، لو انا عندي تكامل محدود بس مش من ال ال ب، من ال ال ا، يعني بداية هي نفسها النهاية، اذا التكامل بايه؟ بصفر، لان هجيب الاف اوف ايه ناقص الاف اوف ايه اللي هي مين؟ زيرو. قال لي لو الاف قابلة للتكامل على فترة مغلقة ايه وبي، بالتالي ان انا عندي تكامل من البي، البي هي الصغيرة للايه هي الكبيرة، هي هتبقى بتساوي سالب تكامل ان انا اعكس الحدود بتاعتي. خاصية اخرى ان التكامل بتاعي توزيع على الايه؟ الجمع. ازاي؟ لو انا عندي تكامل من ال A لل B f of x، ممكن اخليه تكامل من ال A لل C f of x، بحيث ان النهاية هنا تبقى هي البداية فين؟ هنا، زي تكامل ال C لل B f of x. قال ان التكامل لو انا عندي ثابت مضروب في دالة، بخرج الثابت برا علامة التكامل. التكامل توزيع على الجمع والطرح. امثلة، لو انا عندي تكامل من سالب واحد لاربعة لل x تربيع ناقص ال x dx، قلت في الحالة دي انا ممكن اقسمها لتكاملين، ممكن ان انا اكملها عادي مسألة واحدة، بتعامل مع كل حد لوحده. تكامل الاكس تربيع ان انا ازود على الاس واحد واقسم على الاس الجديد، تكامل الاكس ان انا ازود على الاس واحد واقسم على الاس الجديد. بعد ما جبت قيمة التكامل بعمل ايه؟ بعوض مرة بالاربعة، واطرح ان انا اعوض مرة تانية بايه؟ بالسالب واحد. فاربعة اس تلاتة على تلاتة ناقص اربعة اس اتنين على اتنين، ناقص ان انا اعوض بقى مرة تانية بايه؟ بالسالب واحد، وبسط اوصل للناتج بتاعي. هنا ادالي قيمة ما اداليش دالة زي ما انا متعود، لانه تكامل محدود. طيب تكامل من زيرو لتلاتة للاي اس اكس دي اكس، تكامل الدالة الاسية بنفسها، عوض من زيرو لتلاتة بقى اي اس تلاتة ناقص اي اس زيرو، اي اس زيرو بواحد يبقى اي اس تلاتة ناقص واحد. تكامل من واحد للاي للدالة دي، تكامل الواحد تكامل الثابت بالثابت في اكس، يبقى يعني واحد في اكس باكس. تكامل 2x ازود على الاس واحد واسمع الاس الجديد، يبقى ايه؟ 2x تربيع على 2 اللي هي x تربيع. تكامل واحد على الاكس قلنا النظرية او قاعدة ان هي بلن الايه؟ الاكس. ارجع اعوض مرة بالاي اللي هي فوق الاول ناقص الحد اللي ايه؟ اللي تحت عن الاكس، وبسط بوصل ايه؟ للشكل الاخير ده. مثال اخر عشان نشوف حتة ان التكامل من ال A لل B بيساوي تكامل من ال A لل C زائد ال C لل B. انت بستخدمها لو الدالة بتاعتي معرفة بفرعين، دالة ان انا هكملها معرفة بفرعين. طيب مثال، عايز يكامل من سالب تلاتة لاربعة للمقياس ال X دي X. اولا ازاي هكامل مقياس ال X؟ احنا عارفين كلنا ان مقياس ال X معرف بالشكل ده، ان هو اما بيساوي سالب X لو ال X اقل من الزيرو، او بيساوي اكس لو الاكس اكبر من او يساوي الزيرو. وبالتالي ان تكامل سالب 3 ل 4 مقياس الاكس هاخدها مره ان هو تكامل سالب اكس ومره تانية للاكس، بس في حاله باخد سالب اكس لو القيم بتاعتي اقل من الزيرو، يعني لو انا هعوض بالحدود بتاعتي دي يبقى انا بمشي من سالب 3 لمين؟ للزيرو، بكامل من سالب اكس، باخد الداله السلبيه لان انا عندي مين؟ حدود التكامل اللي هي الاكس يعني اقل من الزيرو. اكبر من الزيرو باخد بالاكس، يبقى هاخد هنا الاكس لان همشي من الزيرو للاربعة، قيم الاكسات كلها اكبر من الزيرو. بكامل تكامل عادي ان انا ازود على الاس واحد واقسم على الاس الجديد، ازود على الاس واحد واقسم على الاس الجديد، بعوض، هعوض مرة الاول بالحد الاعلى ناقص الحد الادنى، فهيبقى عندي زيرو تربيع على الاتنين ناقص بتاع الطرح بتاع التكامل اساس في ناقص عشان بتاع الدالة، اشيل الاكس واحط سالب تلاتة كل تربيع على الاتنين، زائد تكامل ده ان اربعة تربيع على الاتنين ناقص زيرو تربيع على الاتنين، ببسط واوصل للعلاقة دي. مثال اخر، عايز يكامل من زيرو لتلاتة المقياس واحد ناقص الاكس تربيع، هعرف المقياس ومنه هشوف امتى باخد الحدود بتاعتي اقسمها ازاي. هنعرف المقياس بره باخده برضو موجب اللي هو واحد ناقص الاكس تربيع، بشرط ان الواحد ناقص اكس تربيع يكون اكبر من او يساوي الصفر، وعليه بوصل ان الاكس بتاعتي محصورة ما بين سالب واحد وواحد، او سالب واحد في الاكس تربيع اللي هي اكس تربيع ناقص الواحد، وهنا فيما عدا ذلك الحدود بيبقى مين؟ الشكل الاولاني.
طيب التكامل بتاعي من 0 لـ3، امتى هاخد القيمة الموجبة اللي هي 1 ناقص x تربيع؟ قال لي من -1 لـ0. طب انا ما عنديش سوالب، يبقى همشي من الايه، من 0 للـ1. فيما عدا ذلك هاخد مين؟ الإشارة السالبة اللي هي من 1 لـ3 للإكس تربيع ناقص الواحد. هكمل عد تكامل الواحد بالإكس، تكامل ديت بزود الأس وأقسم على الأس الجديد، نفس الكلام للإكس تربيع ناقص الإكس، بعوض وأوصل للعلاقة الناتج النهائي اللي هو 22/3. نصعب المسألة شوية. أنت عندك دالة إف، عندي دالة إف جواها دالة أخرى، إزاي بكملها؟ قال لي لازم يكون عندك تفاضل الدالة اللي جوه مين؟ الإف. انا عندي دالة كبيرة اللي هي الاوت سايد فانكشن، جواها دالة اخرى، لازم عشان اكملها لازم يكون عندي تفاضل الدالة الداخلية، عشان في الحالة دي اقول له ان انا عندي ايه، دالة في جي اوف اكس. طيب ممكن للتبسيط ان انا باخد الدالة اللي جوه برمز يو كأني خدتها باكس عشان ابسط على نفسي، وبالتالي جي داش اوف اكس دي اكس، يعني لو انا عندي اليو بجي اوف اكس يبقى الدي يو بايه، بجي داش دي اكس، بشيل الدي الجي داش دي اكس من هنا واحط مكانها مين، دي يو، وبشيل الاف جي اوف اكس، بشيل الجي اوف اكس واحط مكانها يو. ناخد مثال، قال لي انا عندي اكس تربيع زائد الواحد اس 2 × 2 x dx، عايزي كمان للتبسيط هاخد اكس تربيع زائد الواحد بايه، بيو او بجي اوف اكس، تمام، اي رمز هاخد جي اوف اكس باكس تربيع زائد الواحد، وبالتالي جي داش اوف اكس بايه، باتنين اكس، يبقى عندي دالة اهي وعندي مين، التفاضل بتاعها. اصبح التكامل بتاعي هيبقى عبارة عن ايه، دالة اف جي اوف اكس وعندي التفاضل، يبقى هعمل ايه، هزود على الاس، طب عندي الدالة وتفاضلها يبقى بتعامل معاها لانها مسألة باور عادية، يبقى بزود على الاس واحد واسمع الاس الجديد خلاص. يبقى هنا في المسألة طالما عندي اكس تربيع زائد الواحد اس 2، طبعا دي مسألة باور، يبقى بزود على الاس واحد واسمع الاس الجديد، بس لازم يكون عندي تفاضل مين، اللي داخل القوس، تفاضل الاكس تربيع 2 اكس، تفاضل الواحد 0، يبقى لازم يكون عندي 2 اكس في المسألة. مثال اخر، اكس تكامل اكس في اكس تربيع زائد الواحد الكل تربيع. لو انا افترضت ان ديت هي الدالة بتاعت اللي هي الاكس تربيع زائد الواحد، يبقى المفروض تفاضلها كام، 2 اكس، وانا عندي اكس ما عنديش الاتنين، ممكن اقول له هنا ان انا هضرب في 2 واقسم على 2، يبقى انا ما عملتش حاجة في المسألة، اخرج النص بره لان مش هيزود، يبقى عندي الدالة مين، عندي تفاضل القوس، ان انا ازود واحد واقسم على الاس الجديد، وعنده اضربه في الاخر في النص. مثال اخر، تكامل جذر 2 x ناقص 1، للتبسيط هاخد اللي تحت الجذر باليو، اليو بتساوي 2 x ناقص 1، يبقى تفاضلها 2 du، معنى كده ان الدي اكس بكام، بدي يو على 2، بكأن المسألة بتاعتي أصبحت جذر تكامل جذر يو دي يو على 2، طبعا بخرج الاتنين بره مش عايزاها، الجذر بحوله لأس باور، يعني أزود على الأس واحد وأقسم على الأس الجديد، ببسط بوصل. أنا هنا بقى أرجع في الآخر خالص أستبدل اليو بإيه، بالتعويض أنا كنت أخده، أنا كنت أخده اليو بـ2 x ناقص 1. مثال آخر، تكامل اكس جذر 2 x ناقص 1، هاخد اليوب اللي تحت الجذر، دايما ناخده بالحاجة الصعبة، يبقى اليوب 2 x ناقص 1، عندي اكس يبقى لازم اجيب الاكس بدلالة اليو، انا خلاص هشيل ديت وهكتب جذر اليو، طب هسيب الاكس ليه، لازم اخلي الاكس برضو بدلالة اليو، فمن المعادلة ديت هيبقى عندي ايه، لو انا وديت الواحد هنا يبقى يو زائد الواحد، وقسمت على 2 جبت قيمة مين، الاكس، وبالتالي هشيل الاكس واكتب يو زائد الواحد على 2، واشيل ديت واكتب ايه، يو اس نص. طيب لسه عندي الدي اكس، لازم برضو اكتبها بدلالة مين، اليو، طب الدي يو هتساوي 2 دي اكس، يبقى الدي اكس عبارة عن مين، دي يو على ايه، الاتنين. نبسط المسألة شوية، عندي هنا 2 وهنا 2 في المقام، يبقى بربع بره، هاخد اليو اس نص اضربها مرة في اليو مرة في الواحد، يو في يو اس نص دي اس واحد، بجمع الاسس، 1 زائد نص اللي هي 3/2، زائد 1 في يو اس نص يو اس نص، اكمل بقى عادي ان انا ازود على الاس واحد واقسم على الاس الجديد، ازود على الاس واحد واقسم على الاس الجديد، بعد ما كملت اشيل اليو واحط مكانها مين، 2 x ناقص 1، زائد ثابت التكامل. مثال اخر، تكامل ساين تربيع للتلاتة اكس كوزين 3 اكس، ناخد مين باليو، الحاجة الكبيرة اللي هي مين، مش بالساين تربيع بقى، بالحاجة اللي جواها اللي هي ساين 3 اكس،
فانا هاخد اليوب ساين 3 اكس، وعلي هتبقى الديو عبارة عن ايه؟ تفاضل الساين كوزين، كوزين 3 اكس في تفاضل الزاوية، لان الزاوية مش اكس بس، لا ده فيها رقم. تفاضل التلاتة اكس 3، يبقى لما اجي افاضل ساين 3 اكس بفاضل الساين اللي هي كوزين في تفاضل الزاوية بتاعتي اللي هي 3 اكس، دي تفاضلها واحد، يبقى دي يو بتساوي كوزين 3 اكس في التلاتة دي اكس. لما اجي هنا للمسألة بقى، هشيل الساين احط مكانها يو، واشيل الدي اكس واحط مكانها ايه؟ دي يو على كوزين 3 اكس في 3، يبقى دي يو على 3 بتساوي كوزين 3 اكس دي اكس. وبالتالي نيجي للمسألة بقى بتاعتي، الساين هشيل مكانها، هشيلها واحط يو، يبقى يو تربيع. ومن شوية قلنا ان الدي يو على 3 بايه؟ كوزين 3 اكس، يبقى انا بشيل كوزين 3 اكس دي اكس واحط مكانها دي يو على 3، اخرج الثابت بره، يبقى كاني بكامل يو تربيع دي يو، بزود على الاس واحد واقسم على الاس الجديد، ارجع اشيل اليو واحط القيمة بتاعتي، اليو اللي هي كانت ساين 3 اكس، يبقى ساين تكعيب 3 ايه؟ اكس. ودي هي الخطوات اللي المفروض بمشي عليها لو انا هاخد التعويضة بتاعت اليو. ان انا باخد اليو بدالة، اجيب الدي يو بالدي اكس، ارجع اكتب شكل التكامل بتاعي بعد ما المسألة اصبحت بدالة اليو بكامل، بعد ما اكامل وابسط اخر حاجة بشيل اليو واحط مكانها مين؟ قيم الاكس، يعني الدالة بتاعتي الاصلية. نفس الكلام لو انا عندي دالة مش اكس بقى، كان عندي اكس مرفوع الاس كنت بزود واحد واسمع اس جيم، لو عندي دالة مرفوع الاس لازم يكون عندي تفاضل مين؟ الدالة. فلو عندي دالة مرفوع الاس وعندي تفاضلها، يبقى انا عادي خالص ازود على الاس واحد واسمع اس جيم، ما عنديش تفاضلها لازم احاول اخلي المسألة فيها تفاضلها، يعني لو ناقصها اتنين اضرب في اتنين واقسمها اتنين، بس ما بضربش في متغير، ما ينفعش اضرب في اكس واقسم على اكس. او التبسيط ان انا باخد الدالة بتاعتي بيو وبحاول ابسطها بايه؟ بدلالة اليو، وارجع في الاخر اخدها بدالة الاكس. مثال لو انا عندي تكامل 3 مضروب في 3 اكس ناقص 1 اس 4، لاحظ ان الاس مش مرفوع لاكس، مرفوع لدالة، اذا هاخد اليو بتاعتي مين؟ ب 3 اكس ناقص 1، وبالتالي الدي يو عبارة عن ايه؟ 3 دي اكس. يبقى انا هنا هيبقى كأن المسألة بتاعتي اصبحت ايه؟ تكامل يو اس 4 في الدي يو، بزود واحد يبقى يو اس 5 واقسم على الاس الجديد، ارجع اشيل اليو واحط مكانها مين؟ 3 اكس ناقص الواحد. مثال اخر لو انا عندي اتنين تكامل 2 اكس زائد الواحد مضروب في اكس تربيع زائد الاكس دي اكس، مين الكبيرة هنا، دي ولا دي؟ اكس تربيع زائد الاكس، هاخدها هي اليو، يبقى هاخد اليو بتاعتي بإكس تربيع زائد ايه؟ الإكس، ومرفوع الأس واحد يبقى يو أس واحد. طيب تعالوا كده نجيب الدي يو، الدي يو هتساوي اتنين إكس زائد الواحد دي إكس، وبالتالي في المسألة بتاعتي اتنين إكس زائد الواحد دي إكس، دي كلها بشيلها وأحط مكانها مين؟ الدي يو، أصبح التكامل يو دي يو، أزود على الأس واحد يبقى يو أس اتنين على الأس الجديد اللي هو اتنين، أشيل اليو وأحط إكس تربيع زائد الإكس. مثال تاني، تكامل 3 اكس تربيع جذر اكس تكعيب ناقص 2، من هنا الاصعب، يعني مين اللي المفروض اخدها باليو؟ اخد اليو ب 3 اكس تربيع ولا باللي تحت الجذر؟ اخدها باللي تحت الجذر اللي هي اكس تكعيب ناقص 2، وبالتالي اصبحت التكامل بتاعي عباره عن ايه؟ يو اللي هي اكس تربيع ناقص 2 يو، وده جذر يبقى يو اس ايه؟ نص. طيب تعالوا نجيب الدي يو، الدي يو هيبقى عبارة عن 3 اكس تربيع دي اكس، وبالتالي من المسألة دي اشيل 3 اكس تربيع دي اكس واحط مكانها ايه؟ دي يو، اصبح التكامل بسيط خالص، ازود على الاس واحد واقسم على الاس الجديد، بعد كده اشيل ايه؟ اليو واحط القيمة بتاعتي. مثال اخر، تكامل سالب 4 اكس على 1 ناقص 2 اكس تربيع كل تربيع، الانسب ان ناخد اليو مين؟ بالمقام بس من غير الاس، يبقى اليو هتبقى عبارة عن واحد ناقص اتنين اكس تربيع، يبقى كأن المسألة بتاعتي تبقى تكامل يو اس سالب اتنين، هطلع الايه فوق عشان اسهل. طب تعالوا كده نجيب الدي يو، الدي يو هتبقى عبارة عن ايه؟ تفاضل القوس ده، تفاضل واحد زيرو، وهنا نزل الاس واطلع من الاس واحد، يبقى زي اربعة اكس ناقص اربعة اكس، يبقى معنى كده ان ناقص اربعة اكس دي اكس هتبقى كلها بايه؟ بالدي يو، ازود واحد واسمع الاس الجديد وارجع اعوض بقيمة اليو. كوزين تربيع ساين اكس،
تكاملها، هاخد اليوب ايه بالكوزين اكس لان هي المتربعه المره دي، يبقى عندي تكامل اليو تربيع. طيب لما اليو تكون بالكوزين اكس يبقى الديو عباره عن ايه؟ ديو هتساوي سالب ساين اكس دي اكس. معنى كده ان الديو عباره عن ايه؟ يعني عشان اشيل الساين اكس دي اكس هحط مين؟ سالب ديو، سالب اهي، يبقى تكامل اليو تربيع ديو. وازود هنا اصبحت داله باور عاديه، بزود على الاس واحد واقسم على الاس الجديد. مثال اخر، لو انا عندي تكامل 3 اكس تربيع مضروب فيه اكس تكعيب زائد الواحد اس 10، الاحظ ان ده اس 10 باخد اليوم مين؟ بالاكس تكعيب زائد الواحد، وعليها تبقى دي يو بايه؟ بتلاتة اكس تربيع تي اكس. نيجي للمسألة بقى الأصلية، هشيل الاكس تكعيب زائد الواحد وأحط يو اس ايه؟ اس 10، وهلاقي عندي هنا تلاتة اكس تربيع دي اكس، أشيلها وأحط مين؟ الدي يو، دالة باور عادية، أزود على الأس واحد وأقسم على الأس الجديد زي ثابت التكامل. ارجع اشيل اليو واكتب القيمه اللي انا كنت اخدها اللي هي اكس تكعيب زائد الواحد. مثال اخر، لو انا عندي اتنين تكامل اتنين اكس دي اكس على واحد زائد الاكس تربيع اتنين اس اتنين، هاخد الواحد زائد الاكس تربيع بايه؟ باليو، يبقى دي يو عباره عن ايه؟ تكامل الواحد بزيرو، تكامل اكس تربيع اتنين اكس دي اكس. اجي بقى في المساله الاصليه بتاعتي، هيبقى واحد على اليو تربيع، واشيل اتنين اكس دي اكس واحط مكانها مين؟ الدي يو، اطلع الاس فوق عشان اقدر ايه ان انا ازود اس واحد وكده، ازود على الاس واحد واقسم على الاس الجديد، وارجع في الاخر اشيل اليو واحط القيمه بتاعتي. مثال اخر، تكامل لن للتلاتة اكس دي اكس على الاكس، هاخد مين باليو؟ هاخد اليو باللن تلاتة اكس على بعضها، يبقى دي عباره عن ايه؟ تفاضل اللن، ان انا بكتب واحد على ايه؟ الزاويه، يبقى واحد على تلاتة اكس، في تفاضل الحاجه اللي جوه اللن، تفاضل التلاتة، فالتلاتة اللي فوق هتروح مع التلاتة اللي تحت، فتبقى واحد ايه؟ على اكس دي اكس. نرجع للمسألة الأصلية، هتصبح ان هي تكامل يو دي يو، هكملها ان انا ازود على اس واحد واقسم على اس الجديد، وارجع اشيل اليو واحط القيمة الجديدة بتاعتي. تكامل اكس للاي اكس تربيع، هاخد اليو مين؟ ناخد اليو بالاكس تربيع، وبالتالي يبقى دي يو اتنين اكس دي اكس. طب هلاحظ هنا ان ما عنديش اتنين اكس، عندي اكس بس، خلاص اضرب في اتنين واقسم على اتنين، يبقى انا اللي قسمته هخرجه بره انا مش عايزاه، يبقى عندي 2 اكس اي اس اكس تربيع دي اكس، هشيل الاكس تربيع واحط مكانها مين؟ اليو، و2 اكس دي اكس هي ديت مين؟ الديو، تفاضل الداله الاسيه هي نفسها زائد الثابت، اشيل اليو واحط مين؟ الاكس تربيع تاني. مثال اخر، تكامل دي اكس على الاكس زائد التلاتة، هاخد مين باليو؟ هاخد الاكس زائد التلاتة هي اليو، وعليها تبقى الديو عباره عن ايه؟ تكامل التفاضل الاكس واحد، يبقى واحد دي اكس اللي هي دي اكس. نرجع للمسألة الأصلية، يبقى كأني بكامل واحد على اليو، هشيل الدي اكس واحط دي يو، ديت اللي هي تكاملها ايه؟ لن واحد على اليو، لما ارجعها تاني يبقى لن الايه؟ اليو زائد الثابت، اشيل اليو واحط ايه؟ قيمة الاكس. طيب تكامل اكس على اكس زائد اتنين، ناخد من باليو؟ ناخد الاكس زائد اتنين باليو، وعليها تبقى دي يو بايه؟ بدي اكس. طب انا عندي اكس في البسط، فلازم اخليها بداية اليو، يبقى من العلاقة اللي فوق دي هخليها بداية اليو، يبقى الاكس بيساوي يو ناقص اتنين. نرجع بقى للمسألة، يبقى الاكس هشيلها واحط يو ناقص اتنين، واكس زائد اتنين هشيلها واحط اليو، ودي اكس هي دي يو. هلاحظ ان المقام حد واحد اوزعه على البسط، يبقى يو على اليو بواحد، وناقص اتنين على اليو، هكمل الواحد وهكمل ايه؟ الاتنين على اليو، تكامل الواحد باليو ناقص، خرج الثابت بره، يبقى تكامل واحد على اليو دي يو اللي هو اللن اليو، اشيل اليو واحط مكانها القيمه بتاعتي زائد الثابت. ناخد كده بعد التمارين برضو اللي تكامل الدوال المثلثيه، بس قبل ما ناخدها بناخد بعض العلاقات ممكن نستخدمها. قال ان ساين تربيع اكس زائد كوساين تربيع اكس بتساوي واحد، وان ساين تربيع اكس هتساوي واحد ناقص كوساين اتنين اكس على اتنين، وان كوزين تربيع اكس بتساوي واحد زائد كوزين اتنين اكس على الاتنين. نبدأ بمثال، لو انا عندي تكامل عايز يحسب تكامل كوزين اس اربعة اكس، لو جيت احلها بالطريقة العادية بتاعت اللي هي مسألة باور وازود على اس واحد واقسم على اس جديد، هلاقي ان ما عنديش تفاضل الكوزين، تفاضل الكوزين سالب ساين، وانا ما عنديش في المسألة سالب ساين، وبالتالي طريقة ان انا ازود واحد على الاس واقسم على اس جديد مش تنفع هنا. طيب كان الحل ايه؟ ان انا احاول ابسطها شوية افكها، فقال لي ان كوزين اس اربعة اكس ممكن ناخدها من خلال المسألة دي
ان انا اشيل كوزين تربيع اكس واكتب مكانها ايه، 1 زائد كوزين 2 اكس على 2. كل تربيع هاخد بس كوزين تربيع، كل تربيع، واجي افك مين بعد كده التربيع دي كأنها نص زائد كوزين 2 اكس على 2. افك التربيع يبقى مربع الاول زائد المربع التاني زائد 2 مربع الاول زائد 2 الاول في التاني. فمربع النص ربع، مربع كوزين 2 اكس على 2 اللي هي كوزين تربيع 2 اكس على 4 في 2 الاول في التاني، 2 في نص في كوزين 2 اكس على 2 اللي هي كوزين 2 اكس على 2. ابدأ بقى اكمل كل واحدة لوحدها لان اصبح ما عنديش باور، وبالتالي مش محتاجة مين، مش محتاجة تفاضل الدالة، يعني مش محتاجة تفاضل الكوزين. طبعا ما عنديش باور يبقى يعني مش محتاجة تفاضل الكوزين، بحتاج تفاضل الدالة لو عندي باور. تكامل الربع، تكامل الثابت، نفس الثابت بس بضربه في ايه، في اكس، الاتنين كوزين 2 اكس. اهم حاجة يكون عندي تفاضل الزاوية، تفاضل 2 اكس ب2. طبعا انت عندك الاتنين اهي، طبعا ضربت في 2 وقسمت على 2، اصبح عندي دالة وتفاضلها تكامل الكوزين ساين، يبقى ساين 2 اكس على 4. طيب ديت دي اللي هي الربع اللي هي تم جمعها على الربع وخلى الثابت في الاول لوحده اللي هو 3 على 8، يعني كان هنا في بصة دي وخدها مع الثابت الاولاني اللي فدت لي 3 على 8 زائد الربع هيبقى تمن كوزين 4 اكس. طب تفاضل الاربعة اكس 4 يبقى لازم يكون عنده 4، يبقى اضرب في 4 واقسم على 4 فيبقى 4 في 8 ب32. عندي دالة وتفاضلها يبقى ساين 4 اكس على 32. مثال اخر، لو انا عندي زائد تكامل سك على تان تربيع اكس، انا هنا ما عنديش دالة وتفاضلها عشان ارفع الاس برضو بسالب، ما عنديش لان تفاضل التان سك تربيع وانا عندي سك واحدة، فعلي اللي هعمل هنا ايه، هفك السك بداية ساين كوزين وافك التان برضو بداية ساين كوزين. فقال ان السك عبارة عن 1 على كوزين، وقال ان التان عبارة عن ايه، ساين على كوزين، فالساين تفضل هنا ومقام المقام بسط، يبقى كوزين اكس على ساين اكس. وزع التربيع بتاعها، في كوزيناي هتروح مع كوزيناي، فيتبقى 1 على ساين تربيع اكس في كوزين اكس. اصبح عندك بقى تفاضل الساين كوزين، يبقى عندك ايه، دالة وتفاضلها، يبقى هزود على الاس 1 واقسم على الاس الجديد، يبقى الدالة بتاعتي هي ساين اكس وعندي تفاضلها اهو، فبزود على الاس 1 اصبح يبقى ساين اس سالب 1 واقسم على الاس الجديد اللي هو سالب ايه 1. طيب 1 على الساين اللي هي كوسك اكس. مثال اخر، لو انا عندي تكامل تان سيتا على سك تربيع سيتا دي ايه، دي سيتا، برضه لاحظ ما عنديش الدالة وتفاضل عشان استخدم الباور برفعه فوق وكده لان تفاضل السك سك تان بص، وانا عندي تان ما عنديش سك، فبرضه هفكها بدلالة مين، الساين والكوزين، فتفاضل ففكت التان ساين على كوزين والسك تربيع 1 على كوزين تربيع، مقام المقام بسط، يبقى الكوزين تطلع فوق، هشيل واحدة من الكوزين مع واحدة من الكوزين، يبقى تكامل ساين كوزين. واحدة منهم اخدها لان هما الاتنين تفاضل بعض، واحدة منها اخدها ازود عليها الاس 1 واسمع الاس الجديد، فتفاضل الساين كوزين يبقى اشتغل على الساين لان الكوزين مثلا هحتاج سالب، فممكن الناتج بتاعي يطلع ان انا ازود على الاس 1 واسمع الاس الجديد ساين تربيع سيتا على 2، او ان انا عندي ساين 2 سيتا عبارة عن 2 ساين سيتا كوزين سيتا، فبشيل الساين سيتا كوزين سيتا واحط مكانها نص ساين 2 سيتا، وكأني بكامل دالة واحدة وخلاص، ان انا عندي ايه، دالة وزاوية، فيبقى عندي تفاضل الزاوية اللي هي 2 فبضرب في 2 واقسم على 2، هاخد ديت يبقى تكامل الساين كوزين سيت سالب كوزين 2 سيتا. او ان انا هنا من البداية خالص كنت اقول له ان انا هزود على الاس 1 واقسم على الاس الجديد لان الدالتين تفاضل بعض. مثال اخر، تكامل ساين اكس زي كوزين اكس كل تربيع، ابسط حاجة تيجي في دماغي افكها، فافكها ان هي تبقى مربع الاولى زائد مربع التانية زائد 2 الاولى في التانية، يبقى 2 ساين اكس كوزين اكس. ساين تربيع اكس زائد كوزين تربيع اكس قلنا من شوية ان هي بواحد، زائد 2 ساين اكس كوزين اكس، ساين 2 اكس او اعتبرها دالة في تفاضلها. اولا تكامل الواحد هيبقى باكس، ديت اما اعتبرها ان هي دالة في تفاضلها فبزود على الاس 1 واقسم على الاس الجديد، طبعا 2 ثابت بخرجها بره، يبقى ساين تربيع على 2 والاتنين تروح مع الاتنين يبقى ساين تربيع اكس زائد الثابت، او ان انا بخليها عبارة عن ساين 2 اكس، بشيل الاتنين ساين اكس كوزين اكس واخليها ساين 2 اكس، وفي الحالة دي هضرب في 2 واقسم على 2 عشان يبقى عندي دالة وتفاضلها، فيدي لي زي ما في المثال ده، يدي لي كده سالب نص كوزين 2 ايه اكس.
وبكده تكون انتهت محاضرتي.